السلام عليكم. وانت كتفرج فيلم هندي اول حاجه كتجي لك في دماغك هو فين هو اللوجيك؟ اللوجيك فين هو؟ فين هو اللوجيك؟ واش تكبر لك بنادم طاير في السماء ما كتفهم والو، شي حاجه مستحيل ما كايناش. اما واحد البطل يقدر يموت 6 مرات في فيلم ويحيى، ما عندوش مشكل، يقدر يكون جالس كيقصي وكيطايف برجل حتى هو البطل. والستاج الاخر هو انه يقدر يقتل 36 واحد بلا سلاح بلا والو غير بالفاتحه، حيتاش هو البطل، قدر عيد لهم فحلة عيد فل عليهم يموتوا. هاي هاي على ولد عيشة كبير لك الشام، وليتي تدخل عندي شال القصر ديالي باش تقتلني وما عندك لا سلاح لا والو، وحنا 36 واحد كي درتي ليها؟ ضحكوا عليه. صافي سكوت، هذاك الضحك حتى تحليتي ضحكتي كبيرتله، يلا تكلفوا به. غتخلعوني بالسلاح؟ قال لك السلاح، انا كل اللي سلاح انا غادي نوريكم. بلاتي راه كتبقى تعكس ليا بعض المرات. هاي حيت الصور؟ لا واش ضربني بقطعة صاحبي وضربني القلب وبغيتيني نموت؟ انا راه البطل. قطاسه مستوسه والمخيز، وزيد لنا فيها شويه الملح صاحبي، ما بقاش انا كاع متشل، انا كاع بزاف صاحبي، عطينا قطاسه مستوسه. ولكن الزوينه كاع هي فاش البطل كيكون 30 عام وهو ناعس في السبيطار طايح في غيبوبه، كيحاولوا مع الاطباء في جميع الطرق الممكنه وتقول ما كيفيقش، حتى كدوز هي حبيبته تقدر تكون دازا من حدا السبيطار غدا مسخرة مزروبة بحال مسخرة القايد، يقدر هو يحس بيها هادي بحال عيفيق زعما كيقول الحب. مثلا نفترضو هي ما جاتش، شنو انا مبقى طايح في غيبوبة مداويها مكنتسناها هي تجي؟ مثلا تزوجات دارت ولادها، شنو انا مبقى ساينها ياك تجي؟ شهاد العنب المخيش شهاد الشي. السي الطبيب هذا راه ما خلينا ما درنا معاه، راه عطينا هشام البصله درنا له السوارت وتقول ما كيتحركش، او قال خاصو 30 عام ديال النعاس خا وعاد لا كاين شفاء. وين طلقتي له داك الديسك ديال بوري تشوريا لي تشاتشانجالا؟ طلق له الديسك شوف واش هيفيق. والسي الطبيب وطلقت له هذاك الديسك ديالك دوم دوم بيشتريتك دوم دوم وتقول ها انت تشوف الحال ما كيتحركش والو. حميد انا جيت فيق. جيتي؟ انا جيت وجيت نقول لك راه يقطعوا لنا الموضوع نوض كاع تخلصوا. ولكن الوعره كاع هو انك ما يمكنش تكون كتفرج في شي فيلم هندي وما يستحوش فيه، مستحيل يقدروا يكونوا كيطايفوا وقاس يديروا اي ايز بزين يبقاو يشطحوا عادي، لدرجة انو وليت كنشك حتى في الكنازة ديالهم ما كيبكيوش كيشطحوا. شاف راه ما عندي ما نخبي عليك، راه العصابة قتلوا لك امك واغتصبوا لك اختك وقتلوا لك باك قتلوا لك خوك وحرقوا لك الدار،
اش غدير دابا؟ لا ما يمكنش. شوف دابا ما غادي ندوي حتى حاجه، غادي نشطحو من بعد نمشيو نقتلوا العصابه. والله الا شاف لا حياتي هذه من فمه. ولكن واحد الحل حسن، علاش ما نمشيوش عند العصابه نشطحو معاهم تما ونقتلوهم من بعد؟ اش بان لي؟ لا ما نقدرش نصبر حتى نمشي تما، نشطحو هنا. شهادي شحال ما شطحت انا. هاديك الشيف هاديك. فوالا هادشي اللي كاين. كيف ديما ما تنساوش تبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، ديروا ليا لايك وديروا ليا شي كومونتير اللي زوين كيف جاكم لا فيديو. ولا كنتي كتشوف هاد الوجه اول مره، غادي دير ابوني باش توصل ديما بالجديد. بيس. ماشي كنطيح فلاد، كاين واحد الدايل تحت. بيس.